اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على العلاقات الراسخه التي تربط بين مملكه البحرين ودوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه والتي عززت مختلف مسارات التعاون الثنائي ونوى سموه بما تحظى به علاقات البلدين الشقيقين من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله جاء ذلك لدى زيارة سمو حفظه الله اليوم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار مشاركته في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث التقى سموه بمعالي الدكتور سلطان بن احمد الجابر وزير الصناعه والتكنولوجيا المتقدمه المبعوث الخاص لدوله الامارات العربيه المتحده للتغير المناخي واشاد سموه بالمشاركه الفاعله لدوله الامارات العربيه المتحده في المؤتمر وما شكلته مبادراتها من رؤيه طموحه تعزز التقاء المجتمع الدولي حول هدف تحقيق الامن البيئي للعالم متمنيا سموه لدوله الامارات رئيسا وحكومه وشعبا المزيد من التقدم